الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. تواصل الإدانات العربية والدولية للهجوم الإرهابي بغرب سيناء. برعاية أممية، إجلاء جميع المدنيين من مصنع أزوفستال بمدينة ماريبول الأوكرانية. 3 عصرا في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. أعرب مجلس النواب عن دعمه الكامل للقوات المسلحة والشرطة الباسلة في حربهم على الإرهاب والقضاء عليه وتطهير ربوع الوطن منه. وفي كلمة له أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكد أننا أمام إرهاب أسود وجهول يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة في الوطن، وإرهاب لا دين له ولا وطن ومناهض للحياة. فجعنا جميعا بالأمس بنبأ استشهاد عدد من رجال قواتنا المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء. ويؤكد مجلس النواب أننا أمام إرهاب أسود جهول يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن، مناهض للحياة، ولن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم، فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسمهم أوفياء، ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة. ويعرب مجلس النواب عن دعمه الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة في حربهم على الإرهاب والقضاء عليه وتطهير ربوع الوطن منه. حمى الله شعب مصر ووقاه من كل سوء، ورحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته. تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اتصالين هاتفيين من كل من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس وزراء الأردن بشر الخصونة، وذلك للتعزية في شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء. وخلال اتصالهما أعرب رئيسا وزراء لبنان والأردن عن خالص تعازيهما في شهداء الحادث الإرهابي وبالغ إدانتهما واستنكارهما لهذا الاعتداء الإرهابي الآثم، كما جددا التأكيد على كامل تضامن بلديهما مع مصر في حربها ضد الإرهاب. من جانبه أعرب مدبولي عن شكره لميقاتي وللخصاونة، متمنيا لشعبي الأردن ولبنان الأمن والسلامة والاستقرار. أعربت أسرة الأمم المتحدة في مصر عن تعازيها لأسر شهداء الهجوم الإرهابي بغرب سيناء. جاء ذلك في تدوينة لمكتب الأمم المتحدة في القاهرة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
من جانبه أدان وفد الاتحاد الأوروبي في مصر الهجوم الإرهابي بغرب سيناء، وتقدم سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر بخالص التعازي لأسر الشهداء متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الإرهابي الذي وقع في غرب سيناء بالأمس واستهدف عناصر من رجال القوات المسلحة. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أن الولايات المتحدة على مدى عقود كانت ولا تزال الشريك القوي لمصر في مواجهة الإرهاب في المنطقة. أعربت الولايات المتحدة عن عميق تعازيها للأسر وأسر شهداء الحادث الإرهابي. هذا وأدانت سفارة إسبانيا بالقاهرة الهجوم الإرهابي الذي وقع غرب سيناء أمس. وأعربت السفارة في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن خالص تعازيها لجميع أسر الشهداء متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أدان السفير البريطاني في القاهرة جارث بيل الهجوم الإرهابي بغرب سيناء، وتقدم في تغريدة نشرت على الحساب الرسمي للسفارة البريطانية بخالص المواساة لأسر الشهداء متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد السفير البريطاني وقوف المملكة المتحدة إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب. أدانت سفارة النرويج بالقاهرة الهجوم الإرهابي الذي وقع بغرب سيناء، وتقدمت سفيرة النرويج بالقاهرة في تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بخالص التعازي لأسر الشهداء جراء الهجوم الإرهابي. أدانت وزارة الخارجية العراقية الحادث الإرهابي الآثم والذي استهدف إحدى نقاط لرفع المياه في غرب سيناء. وأشار بيان للخارجية العراقية إلى إدانة الحكومة العراقية واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابي. وأكد البيان موقف العراق الثابت والرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب ودعم جميع الجهود الرامية إلى القضاء على التطرف والعنف. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بك معنا أستاذ أشرف. بداية تعقيبك وقراءتك لهذا الحادث الإرهابي. كل تأكيد حارس أسين، من قبل شرذمة من التكفيرين الإرهابيين استطاعوا للأسف الشديد أن يسجلوا في تاريخ العار لهذه المجموعة التكفيرية بعض الاعمال الارهابيه المرفوضه. واعتقد الدوله المصريه والقوات المسلحه الباسله عملت بقوه مع هؤلاء الارهابيين التكفيريين، واعتقد الايام القادمه ستحمل كثير من المفاجات في دك دحور هؤلاء الارهابيين، خاصه كما قال الرئيس السيسي هذه العمليه الارهابيه لن تزيد الشعب المصري والقوات المسلحه الا قوه وعزيمه على الانتصار على الارهاب في المرحله القادمه، وان مصر قادره بعد النجاحات التي حققتها منذ العمليه الشديده في سيناء منذ عام 2018 القضاء على عشرات المئات من الارهابيين، واستطاعت ان توفر كثير من عمليات التنظيف والتطهير الكامل لكل مناطق سيناء طيلة السنوات الاربعه الماضيه بكثير من التضحيات والاسلام التي دفعها قوات الامن وقوات الجيش ببساله وتضحيات من اجل الحفاظ على تضحيات هذا الوطن. اعتقد ان ما حدث هو من فعل هذه المجموعه التكفير الارهابيه لن يزيد المصريين وقوات الجيش والامن الا قوه وبساله لبذل مزيد من التضحيات من اجل الحفاظ على تراب هذا الوطن الخالد، مصير ما قدمته مصر بحروب وتضحيات. نعم. القضاء على الارهاب الغاشم، وانه في المرحله القادمه سيكون هناك بالفعل استمرار حملات النجاح من قبل قوات الجيش للقضاء على جيش الزنا او البقيه من هؤلاء الحلول الارهابيين، لاننا استطعنا بالفعل ان نطهر سيناء بالكامل ونقدم كثير من التضحيات بدماء الزكيه لقوات الجيش وايضا الشرطه التي استطاعت ان تخوض اعدى المعارك مع حفا من الارهابيين. هذه الشراذم لن يكون لديها وجود في سيناء من الان فصاعدا، خاصه اننا نجحنا بالفعل في التطهير الكامل لاعتراف المجتمع الدولي على قوه النجاح المصري في هذا المضمار عبر تضحيات وعبر نجاحات كبيره. اختيار هدف مدني كان الغرض منه عمليه يائسه، واعتقد ان هذه النجاحات من قبل قوات الجيش استطاعت ان تمنع الوصول الى محطه الرفع، لان كان الهدف الارهابيين ان ينالوا من هذه المحطه وتعطيل مسيره التنميه التي تكلفت 400 مليار جنيه في خمس سنوات الماضيه. واعتقد ما يحدث في سيناء حاليا من نشر وبث و
توفير استحقاقات التنمية الكاملة في سيناء كان أقرب إلى المعجزة التي استطاعت مصر بالفعل أن تطهر سيناء من الإرهاب، وتشير عمليات التنمية الكاملة التي حولت سيناء إلى رقعة من الرخاء وأيضا استقرار في المرحلة الماضية. ستتبعها الدولة باستمرار خطط التنمية لتغطية سماء سيناء بالكامل بمشروعات تنموية تلعب دورا كبيرا في إعادة الحياة لهذه المنطقة، وأيضا توفير استحقاقات النجاح على مستويات التنمية في كافة أشكالها من أجل رفاهية شعب سيناء والدولة المصرية، باعتبار أن ما حدث في سيناء من المغريات الاقتصادية سيضاف إلى مزيد من النجاحات التي حققتها على أرض مصر في 7 سنوات الماضية. دائما كنا نتابع يعني خطة مصر الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب والقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكانت دول جميعها تتابع هذه الخطة وتتابع تنفيذ مصر لعملياتها ضد الإرهاب. بعد هذه العملية الغادرة وجدنا أيضا هذه الإدانات العربية والدولية على الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء. قراءتك لهذه الإدانات الدولية والتي يعني نددت بشكل أو بآخر بهذه العملية في هذا التوقيت؟ بكل التأكيد التقارير الدولية على مدار السنوات الخمس الماضية كانت توفر استحقاقات النجاح للدولة المصرية والقيادة المصرية وقوات الجيش والشرطة بمزيد من النجاحات التي حققت في السنوات الماضية. علينا نجري مقارنة بين ما كان قائما منذ 25 يناير وحتى ثورة 30/6. بعد 30/6 المشهد تغير كثيرا، لأن هناك يد الدولة القوية البطشة للتنكيل واقتلاع جسور على الإرهابيين، والمجتمع الدولي أصبح على قناعة ولمس اليقين أن الدولة المصرية بالفعل نجحت في فضل صمودها وفضل تضحيات قوات مسلحة في تغيير مجرى الحياة الكامل في مناطق سيناء واقتلاع جسور الإرهاب. وبالتالي هذه الاستراتيجية ستظل متواصلة كما قال رئيس السيسي بالأمس، وسنسعى لاقتلاع جسور الإرهاب ونوفر استحقاقات التنمية الكاملة في هذه المنطقة. وأعتقد أن كم هذا التأييد بالأمس واليوم على المستوى الدولي والإقليمي والعربي هو دلالة على الإشادة بالجهود المصرية وأيضا تزكية هذه النجاحات المصرية على مدار السنوات الخمسة الماضية بعد العملية الشاملة في سيناء، واستمرارا لنجاح المصري في هذا المضمار بكثير من القوة الفعلية والحركية. أعتقد لولا هذه النجاحات ما كان الوضع وصل إلى حد الاستقرار الكامل الذي اعترف به المجتمع الدولي وأشاد بفضل التضحيات والنجاحات، وسجل مصر في قائمة الدول التي استطاعت في سنوات قليلة في القضاء على شبح الإرهاب واستطاعت أن تقرع من جذوره وأن تتسم مصر بعافية الاستقرار والأمان الكامل في السنوات الماضية. الصورة تغيرت كثيرا، وما كان قائما قبل 25 يناير وثم ثورة 30/6 هو الذي حقق هذه المعادلة، الآن شبه معادلة شبه صفرية، لم يعد هناك إرهاب. هذه العملية اليائسة هي عملية محدودة بجد، أننا في السنوات الثلاثة الماضية لم نسمع عن أي عمليات إرهابية. وأعتقد أن المراد بذلك كان عائد لنجاحات قوات الجيش والشرطة، وستستمر هذه القوات بنفس العزيمة لدك دحور الإرهاب وأيضا جعل سيناء خالية من الإرهاب وتصديق صفحة جديدة من تاريخ الاستقرار والأمن. اتضحت رؤيتك أستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، أشكرك جزيل الشكر. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية مشروعات تطوير عواصم المحافظات وحدائق الفسطاط وكذا مشروع لإعادة إحياء القاهرة التاريخية. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف بناء مشروع سكني حضري متكامل الخدمات بعاصمة كل محافظة يشمل مختلف الخدمات لتحقيق خطة الدولة في تحسين العمران القائم بما يليق بالمواطن المصري. الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من خطة تطوير العواصم للمحافظات والتي تشمل 13 محافظة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة مهدت الطريق لتحقيق خطط توطين الصناعة من خلال بنية تحتية قوية لتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات. وخلال لقائه مع أحد المستثمرين الصناعيين أكد مدبولي أن الدولة تواصل السعي لتنفيذ خطط زيادة وتعميق التصنيع المحلي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أكد مدبولي أن الدولة لديها الاستعداد لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة في هذا الشأن، سواء ما يتعلق باستخراج التراخيص المطلوبة أو بتقديم الحوافز الداعمة.
التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال الاجتماع عرض الوزير الترتيبات الخاصة بملف استضافة مثل اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الفترة من 17 وحتى 20 من مايو من العام الجاري، مشيرا إلى أهمية هذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى على أرض مصر. من جانبه أكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق الفاعل بين كافة الجهات المعنية بتنظيم تلك الفعاليات العربية والعالمية على أرض مصر، وذلك ولكي تظهر بالصورة اللائقة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 238 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 86 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 43 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 42 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط ما يقرب من 281 قضية، من بينها ما يقرب من 89 قضية خبز ناقص الوزن و68 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. استقبل وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بمقر وزارة الخارجية السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتري تالاس، وتم خلال اللقاء بحث التعاون مع المنظمة في ضوء الاستضافة القادمة 27 للدورة للمؤتمر، بجانب التأكيد على ارتباط قضايا المياه بموضوعات المناخ في ضوء الاهتمام العالمي بالتكيف مع تداعيات تغير المناخ ومنها ندرة المياه. أعلنت السلطات الأمنية في العراق عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة في إطلاق نار بمدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، وأوضحت وسائل الإعلام العراقية أن مسلحين مجهولين أقدموا على إطلاق النيران باتجاه مدنيين اثنين في مدينة الصدر مما أدى إلى إصابتهما. بحث رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز الأوضاع السياسية وإجراء الانتخابات الليبية، كما بحث الجانبان الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز جاهزية تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة. الجانبان اتفقا على استمرار تقديم الدعم اللازم للحفاظ على جاهزية المفوضية والإبقاء على التواصل الوثيق بينهما. إلى الشأن اللبناني، حيث تفقد الرئيس اللبناني ميشيل عون غرفة عمليات متابعة انتخابات المغتربين في مقر وزارة الخارجية اللبنانية في وسط العاصمة بيروت.
وخلال الجولة قال عون إن ما تقوم به وزارة الخارجية ليس عملا سهلا، معربا عن أمله في أن تتحسن الأمور في الانتخابات المقبلة. كما طلع الرئيس اللبناني على سير الانتخابات وعلى نسب المشاركة حتى الآن في الدول 41 التي فتحت فيها مراكز الاقتراع أبوابها حتى اللحظة. كانت المرحلة الثانية من تصويت المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية قد انطلقت في 48 دولة حول العالم. ويحق ل 194,348 مغترب التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات اللبنانيين بالخارج. يتنافس في هذه الانتخابات والتي تجرى بنظام القائمة النسبية يتنافس 718 مرشحاً ضمن 103 قوائم انتخابية على 128 مقعدا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم. من جهته ثمن البطريرك الماروني بشار الراعي دور الحكومة والوزراء المعنيين والسفارات والبعثات الدبلوماسية بحسن إدارة العملية الانتخابية، ولفت الراعي إلى أن الديمقراطية الصحيحة تبدأ من الانتخابات النزيهة، وأن الانتخابات تستمد شرعيتها الشعبية من كثافة الاقتراع الواعي والحر. كما اعتبر الراعي أن معيار الاختيار الانتخابي هو الوقوف أمام الكوارث، خاصة بعد تفجير مرفأ بيروت والانهيار الاقتصادي والمالي بالبلاد. إلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إلى كييف في زيارة ميدانية تهدف في الأساس إلى تقييم الوضع الإنساني على الأرض. وقال أدهانوم إن المنظمة تقف إلى جانب شعب أوكرانيا، مضيفا أنه يستهدف من خلال زيارته يستهدف بحث إمكانية زيادة دعم منظمة الصحة العالمية لأوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن جهود الإجلاء تركزت على إخراج الجرحى والمسعفين من مصنع أزوفستال للصلب الذي تعرض للقصف في ماريوبول، وذلك بعد أن تم نقل جميع النساء والأطفال والمسنين المحاصرين في المصنع إلى مكان آمن. هذا وقد تعهدت القوات الأوكرانية في المصنع بعدم الاستسلام في الوقت الراهن والذي تسعى فيه القوات الروسية لإعلان النصر في المعركة الطويلة للسيطرة على المصنع المترامي الأطراف قبل الاحتفالات بيوم النصر في موسكو. رسميا لا وجود لمدنيين في مصنع أزوفستال جيب المقاومة الأخير لأوكرانيا بمدينة ماريوبول الخاضعة لسيطرة الروس،
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك أكدت أن جميع النساء والأطفال والمسنين تم إجلاؤهم من أزوفستال في عملية تمت على مراحل برعاية أممية، خطوة قد تدفع المنظمات الإنسانية للتمسك بأمل فض الاشتباك وإخراج المقاتلين الأوكرانيين المحاصرين داخل المصنع، بينما يرى البعض أنها من الممكن أن تتحول لضوء أخضر للقوات الروسية لاجتياح المجمع الصناعي المتحصن به نحو 2000 من المقاتلين الأوكرانيين. مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بيل بيرنز حذر من تصعيد محتمل للعمليات العسكرية الروسية، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجيز لنفسه أن يخسر في أوكرانيا. في الوقت نفسه نفى بيرنز وجود دليل ملموس على استعداد روسيا لنشر أو حتى لاستخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية. ميدانيا تواصل القوات الروسية ضرباتها في عدة مدن، حيث استهدفت مطارات في أرتسيز قرب الحدود الأوكرانية الرومانية ومعدات عسكرية في أوديسا. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى تدمير أنظمة صواريخ وكميات من الأسلحة والمعدات العسكرية التي سلمتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بالقرب من خاركيف. من جانبها أعلنت كييف استعادة أراضي حول خاركيف، مؤكدة قدرتها على إطلاق عمليات هجومية ضد القوات الروسية التي دمرت 3 جسور على الطرق لإبطاء الهجوم المضاد في منطقة خاركيف. قال حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية، قال إن شخصين لقيا حتفهما في قصف روسي على مدرسة في قرية بيلهوريفكا. أشار الحاكم إلى وجود مخاوف من مقتل 60 شخصا ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض، وأضاف أن روسيا أسقطت قنبلة على المدرسة التي كان يحتمي بداخلها نحو 90 شخصا وتم إنقاذ 30 منهم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ 4 عمليات إنسانية في لوهانسك ودونتسك ومنطقة خيرسون خلال 24 ساعة الماضية. وقال مركز مراقبة الدفاع الروسي إنه تم خلال العمليات الإنسانية تم تسليم ما يقرب من 400 طن من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، بالإضافة إلى إجلاء 18,508 أشخاص دون مشاركة السلطات الأوكرانية. قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت سفينة حربية أوكرانية قرب أوديسا في ضربة صاروخية الليلة الماضية. أضافت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت قاذفتي قنابل أوكرانيتين من طراز سوخوي سو-24 وطائرة هليكوبتر، وذلك فوق جزيرة الثعبان بالبحر الأسود. قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، قال إن الجنود الشيشان سيطروا على معظم مدينة بوباسانا بشرق أوكرانيا. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الرئيس الشيشاني قوله إن مقاتلي القوات الخاصة الشيشانية قاموا بتطهير الشوارع الرئيسية والأحياء المركزية بالمدينة بالكامل. يأتي ذلك فيما أعلن مسؤولون أوكرانيون أن معركة للسيطرة على مدينة بوباسانا ما زالت مستمرة. استقبلت بولندا 3,237,000 لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي. يذكر أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويتم بموجبه منحهم الإقامة القانونية في بولندا، ويكفل لهم هذا القانون حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ذكرت دراسة لوزارة الصحة اليابانية أن نحو 10% من الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات وذلك بسبب أعراض فيروس كورونا استمروا في المعاناة من أثار لاحقة بعد مرور عام على خروجهم من المستشفى. وأظهرت الدراسة أن أكثر الأعراض المزمنة انتشارا هي انخفاض قوة العضلات بنسبة 7.4%، تاليها صعوبة في التنفس بنسبة 4.4%، إضافة إلى الخمول بنسبة 3.5%. ووفقا للدراسة، فإن الأفراد الذين يعانون من فقدان حاسة الشم أو من غيرها يشكلون 1.6%. اتخذت السلطات الصينية العديد من الإجراءات الصارمة من أجل مواجهة موجات تفشي فيروس كورونا. وتجري السلطات الصينية كشف كورونا على المواطنين بشكل يومي من أجل ضمان عدم انتشار الفيروس بشكل واسع. مواجهة كورونا هدف تسعى السلطات الصينية إلى تحقيقه، خاصة في ظل الموجات المتسارعة لانتشار الفيروس. بكين أطلقت حملة فحوصات موسعة، وهو الأمر الذي تحول إلى روتين يومي للمواطنين في خطوة من شأنها احتواء تفشي الفيروس الذي تصفه السلطات الصينية بشرس. ففي مدينة شنغهاي خضع 63 مليون شخص لفحص كورونا و126 مليونا لفحص سريع الأسبوع الماضي في خطوة من شأنها المساعدة في رصد وعزل حالات الإصابة في وقت مبكر لتجنب إجراءات إغلاق شاملة وفرض قيود على الحركة. السلطات في بكين أغلقت صالات الألعاب الرياضية وأماكن الترفيه، كما حظرت تناول الطعام داخل المطاعم، وأوقفت عشرات من مسارات الحافلات ونحو 15% من خطوط مترو الأنفاق. وتعمل الحكومة الصينية على تحقيق التزامها بالقضاء على فيروس كورونا بدلا من التعايش معه، وهو الأمر الذي من خلاله تزيد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم مع وضع عقوبات مشددة على المخالفين. قال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إن مبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد أحد أحدث وأكبر المبادرات التي يتم تنفيذها لتطوير الريف المصري، ليس فقط على المستوى الإنشائي بالنجوع والقرى، ولكن أيضا فيما يتعلق بالتطوير الفكري والثقافي ليحيا المواطن المصري بشكل كريم. جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة لمراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة بهدف تمكين النشء والشباب من خلال المشاركة في الحياة العامة ومن أجل تنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات. احنا في مبادرة حياة كريمة بنعتز ونفتخر ان في المرحلة الاولى لينا 1041 مركز شباب، و1041 مركز شباب 266 مركز شباب جديد خالص في المرحلة الاولى لقرى حياة كريمة، والباقي في الحقيقة هو تطوير لحياة كريمة، وده اضاف لينا لان هنكمل تقريبا كده 5000 مركز شباب على مستوى الجمهوريه في المرحله الاولى. الارقام اللي قلنا عليها اكيد هيكون في تعاون في المستوى الاجتماعي والاسري والثقافي او التثقيفي، وحتى انشطه السكان والانشطه المتكامله اللي حاولنا فيها مراكز شباب، وبنحاول جاهدين ان يكون مركز شباب هو مركز خدمه مجتمعي متكامل. فبالتالي أكيد مع مؤسسة حياة كريمة بتلقيتها والعمل اللي موجودين فيه، حتى برامج المتطوعين، إحنا عندنا متطوعين وحياة كريمة مؤسسة عندهم متطوعين، الحقيقة نقدر الفترة القادمة هيكون في تعاون كبير جدا، وهو تعاون من أجل بلدنا، من أجل القرية المصرية والريف المصري. النهاردة يمكن يعني خطوة جديدة من سلاسل الشراكات اللي بتقوم بيها مؤسسة حياة كريمة، وهي خطوة الحقيقة يعني إحنا سعداء جدا ونتشرف بيها إن إحنا نثمن جهودنا مع وزارة الشباب والرياضة، لأن هي تتقابل في العمل بشكل كبير جدا، وتوحيد الجهود بيننا هيكون متقابل بشكل كبير، لأن إحنا تقريبا كافة الأنشطة وكافة
المحاور الخدمية اللي بتقوم بها المؤسسة يعني متشابهة جدا مع وزارة الشباب والرياضة. أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على أهمية الترسيخ لفقه المواطنة وقوة الدولة الوطنية والوقوف صفا واحدا في وجه قوى الإرهاب والشر وكشف زيف الجماعات الإرهابية. جاء ذلك خلال كلمة وزير الأوقاف أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية بدولة الإمارات. أننا نقف صفا واحدا في وجه كل جماعات التطرف والإرهاب وسفك الدماء، وأن واجب الوقت وعبادة العلماء وأن واجب الوقت وعبادة العلماء المتخصصين هي كشف زيف هذه الجماعات وتفنيد ضلالاتهم وأباطيلهم خدمة لديننا وأوطاننا والإنسانية جمعاء. نعت الهيئة الوطنية للانتخابات شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا على يد الإرهاب الآثم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلحقهم بالصديقين والشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات، وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى قيام الجامعات الحكومية بتخصيص دعم لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها لمساعدة الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية. هذا ومن المقرر أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات خلال شهر يونيو ويوليو المقبلين، حيث يجرى الإعداد لجداول الامتحانات تمهيدا لإعلانها قبل موعد الامتحانات بفترة كافية. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع دخول الكراكة طارق بن زياد إحدى الكراكات التابعة للهيئة للعمل بمشروع توسعة القناة، وذلك ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة ليصل بذلك إجمالي عدد الكراكات العاملة في المشروع بشقيه إلى 8 كراكات. وخلال تفقدي لحركة الملاحة بالقناة ومتابعتي لمستجدات أعمال التكريك بمشروع التطوير، أكد الفريق أسامة ربيع أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة يمضي بخطى متسارعة وفقا للجدول الزمني المحدد في ظل المتابعة الدورية والمستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للموقف التنفيذي لمشروع التطوير. وإلى أخبارنا الاقتصادية، حيث صعدت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين ليسجل رأس المال السوقي مستوى 718.5 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 3.2 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، صعد مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 0.56 ليغلق عند مستوى 11109 نقاط، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة بلغت 0.37% ليغلق عند مستوى 1880 نقطة، وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة بلغت 0.38% ليغلق عند مستوى 2862 نقطة. للمزيد من المتابعة والتحليل حول أداء البورصة المصرية انضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال الأستاذ حسام عيد. أستاذ حسام، بعد التحية، صعود جماعي لكافة مؤشرات البورصة اليوم، في رأيك ما الأسباب التي أدت إلى الصعود الجماعي لكافة المؤشرات في هذا اليوم؟ طبعا زي ما شفنا في جلسة النهاردة بداية التداولات اليوم شفنا فيه هبوط للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الاي جي اكس 30 بأكثر من 90 نقطة، واستطاع أن يرتد في منتصف التعاملات، وده كان مدفوع بقوة شرائية من المؤسسات المصرية والعربية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي، الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي بنهاية التعاملات وأغلق بالمنطقة الخضراء
بنهاية التعاملات بصعود قدر 61 نقطة، ونجح في نهاية التعاملات في استعادة مستوى ال 11000 نقطة، وأغلق عند مستوى 11109، وده كان مدفوع بعمليات شراء من قبل المؤسسات العربية والمصرية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر وللأسهم القيادية أيضا. نعم. وده سيد حسام، في رأيك يعني أبرز القطاعات الرابحة خلال تعاملات اليوم وأيضا أسباب الصعود لهذه المؤشرات؟ يعني كان من أنشط القطاعات بجلسة اليوم قطاع العقارات وقطاع الخدمات المالية الغير مصرفية، واللي شهد تراجع كبير في بداية التعاملات، الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر بالهبوط في بداية التعاملات، ولكن يعني وصلت الأسعار إلى مستويات الدعم الرئيسية وكانت مستوياتها جاذبة جدا للشراء نظرا لقوة أداء القطاع العقارات وقطاع الخدمات المالية المصرفية ماليا. وأعتقد إن كان في يعني ضخ سيولة كبيرة من قبل المؤسسات بالأسعار عند مستويات الدعم الرئيسية للأسهم قطاع العقارات وقطاع الخدمات المالية. إذن نستطيع القول بأن القطاع العقاري هو القطاع الرابح والذي يقود السوق في هذه الأوقات وربما في الأيام القليلة القادمة. شكرا جزيلا ضيفي الكريم الخبير الاقتصادي خبير أسواق المال حسام عيد، شكرا جزيلا لك. شهد الجنيه الاسترليني تراجعات قوية خلال الأيام الماضية إثر تصريحات محافظ بنك إنجلترا التي أشارت إلى أن التضخم قد يصل إلى 10% خلال 2022، وبلغ معدل التضخم السنوي في بريطانيا أعلى مستوى له في 30 عاما عند 7% في مارس، حيث استمرت أسعار الغذاء والطاقة في الارتفاع. وتبعا لذلك رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي في أول وتيرة من نوعها منذ عام 1997. أكدت مجلة دير شبيغل الألمانية أن أسعار الغذاء والوقود أخيذة في الارتفاع، مشيرة إلى أن الأزمة الاجتماعية تقترب من الذروة مع تضرر الفئات ذات الدخل المنخفض وبشدة. وزادت تكلفة الطاقة المستوردة في ألمانيا في فبراير بنسبة 129.5% عن نفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الطاقة المنتجة في ألمانيا بنسبة 68% وفقا للمكتب الفيدرالي للإحصاء. ودفعت تداعيات الحرب الأوكرانية والعقوبات الروسية دفعت الحكومة الألمانية إلى رفع توقعاتها للتضخم للعام الجاري إلى 6.1% مقابل 3.3% كانت متوقعة في يناير الماضي. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. أهلا بك معنا دكتور محمود. يعني موجة تضخم عالمية طالت كل دول العالم بما فيها الدول المتقدمة، خصوصا بعد أزمة كورونا وأيضا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى أين نحن متجهون كعالم يواجه هذه الأزمة الاقتصادية؟ يعني حقيقة الأمر منذ تداعيات جائحة كورونا والانعكاسات الاقتصادية التي عانى منها العالم خصوصا في سلاسل التوريد وانتهاء بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتي يعني أثرت بشكل كبير على أسعار الطاقة والتضخم الذي حدث فيها، اللي بطبيعة الحال أثر على كافة السلع والمنتجات، ويعني أيضا السياسات التي اتخذتها بعض الدول ومنها طبعا او على راسها الولايات المتحده الامريكيه التي رفعت سعر الفائده في الفدرالي البنك الفدرالي الامريكي، واللي كان ليه تبعاته باعتبار ان الدولار هي العمله المعتمده دوليا سواء في احتياطيات النقد الموجوده في البنوك المركزيه لدى كافه الدول، او في اعتمادها في تقويم اسعار البترول، او حتى باعتبارها العمله المعتمده في اسعار أو في التبادلات والتجارة الخارجية ما بين الدول. كل هذه العوامل كانت يعني أو أحدثت أزمة تضخمية غير مسبوقة في المئة عام الأخيرة، ألقت بظلالها على كافة دول العالم، واللي كان تأثيراتها يعني متفاوتة من دولة إلى أخرى. صحيح هذه التفاوتات يمكن بتؤثر بشكل أكبر على الدول يعني النامية، وخصوصا الدول اللي اقتصادها يعتبر إلى حد ما اقتصاد ريعي يعتمد بشكل كبير على
تصدير المواد الأولية ويعتمد طيب على كما ذكرت دكتور محمود هي أزمة غير مسبوقة، بعض الدول تتحايل على هذه الأزمة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية ربما لتحجيم الآثار الاقتصادية بشكل أو بآخر على شعوبها، لكن ماذا إذا استمرت تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا؟ ما السيناريوهات المحتملة في المستقبل القريب؟ يعني أنا في تخيلي إنه الأزمة يعني العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية هي بلغة القانون أزمة يعني كاشفة وليست منشئة للأزمة المالية العالمية التي تحدث الآن. صحيح هي ساعدت من تعقيد هذه المشكلة، لكن كل التوقعات سواء المؤسسات الدولية زي صندوق النقد الدولي الذي خفض من توقعاته في معدلات النمو للاقتصاديات الدولية أو البنك الدولي أو حتى المؤسسات المعنية بالسلع الزراعية والغذائية زي منظمة الفاو مثلا تحذر. نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، كنت معنا هاتفيا. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة الثالثة قدمناها لكم من التلفزيون المصري، ولم يتبقى فيها سوى التذكير بأهم العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. تواصل الإدانات العربية والدولية للهجوم الإرهابي بغرب سيناء. برعاية أممية إجلاء جميع المدنيين من مصنع أزوفستال بمدينة ماريوبول الأوكرانية. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما وأبدا دمتم في أمان الله، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.